تشكيلة الفريقين، ونبتدي مع حضراتكم بصاحب الأرض فريق النادي المصري البورسعيدي. في حراسة المرمى أحمد مسعود، رباعي في خط الظهر علاء عطا، إسلام صلاح، عمرو موسى وأحمد شديد ناوي، اثنين هاف ديفندرز سعيد وسيمبوري وفريد شوقي، ثلاثة تحت راس الحربة عمر كمال ومحمد جريندو ومحمد عنتر، وراس حربة أوستن أموتو. البدلاء أحمد دعدور، حسن علي، حجاج عويس، مصطفى سلطان، أحمد جمعة، كاسينجو، احمد رفعت، محمد صالح، ايزي اميكا. الغيابات كريم العراقي، محمود حمد، محمد جابر، اسلام عطيه، عصام ثروت، معاذ انور، حسين رجب، احمد شوشه. بالنسبه لسيراميكا كليوباترا، في حراسه المرمى عامر، رباعي في خط الظهر الشريف دابو، خالد صبحي، سيف طقه، رجب بكار، هاف ديفندر محمود نبيل، محمد ابراهيم وصالح جمعه قدام محمود نبيل، وطرفين ميدو جابر وشادي حسين، وراس حربه احمد ياسر ريان. البدلاء محمود شكري، عاشور الادهم، رجب عمران، ضياء انديل، فابرس نجاه، احمد غنيم، وليد عبد المنعم، وينفل كوابينا، مصطفى ميسي. كابتن عمرو، ايه رايك في التشكيله؟ يعني هو في تغييرتين عن مباراه سموحه، ايزي اميكا والصالح يمكن بعد مكانهم اسلام صلاح ومحمد جريندو، ولكن يبقى الثلاثي الامامي هو ده اللي يعني صداع في دماغ علي ماهر. يعني لغايه دلوقتي لسه مش قادر يستقر على ثلاثي هو اللي يبقى الاساسي بالنسبه للنادي المصري. هو استقر يمكن على لعيب يمكن منهم او اتنين، يعني عمر كمال من الاوراق القويه جدا اللي بيستفاد بيها بشكل جيد جدا، واحمد رفعت، احمد رفعت من اللعيبه اللي بيعتمد عليها بشكل قوي جدا الكابتن علي ماهر، وهو يمكن محطوط في دكه البدلاء. فالنهارده وجود محمد جريندو انا شايف ان هو اضافه، ولكن جريندو هيلعب فين؟ يعني جريندو من اللعيبه اللي دايما بتحطها على الطرف تشتغل وبيبقى ليها بصمات. هو النهارده موظفه كابتن علي انه هيلعب 10 بلاي ميكر، ما اعتقدش ان جريندو المواصفات بتاعته ممكن تبقى 10، وممكن يحط عنتر 10، ممكن يحط عمر كمال 10، ولكن جريندو من اللعيبه اللي دايما بتحب الخطوط، بتحب السرعات، بتحب المجهود، بتحب الدفاع. فانا شايف ان هو يعني حتى كان مع حرس الحدود كان مميز جدا ابراهيم، وكان صحيح من متفقين على ده، بس انا بتكلم على الورق اللي قدامنا، يعني على التشكيله اللي قدامنا، الرسم اللي قدامنا. فهو يعني جريندو ممكن يستفاد منه على طرف من الاطراف، ويدخل سواء عنتر او عمر كمال بالنسبه له بشكل جيد يعني في الفترة اللي جاية.